مدينة تلبيسة 11/8/2012. الدمار والخراب الذي سببه القصف العشوائي على المدينة المستمر من أكثر من شهرين. حسبي الله ونعم الوكيل. تم قصف المدينة بكل أنواع الأسلحة والطائرات والراجمات والصواريخ. طبعا هذا المنزل تعرض لصاروخ من طائرة ميج، مما أدى إلى تدمير المنزل بالكامل، بالإضافة إلى عدة منازل مجاورة له. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. مدينة تلبيسة 11/8/2012.